نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان بطوله افريقيا للكره الطائره سيدات اللي بينظمها النادي الاهلي لحد يوم 26 من مارس الجاري بتفتتح في الساعه 8 مساء اليوم الاحد، وبيحضر حفل الافتتاح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره. وجه النادي الاهلي الدعوه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه لحضور الحفل اللي بيقام على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيره. هيحضر الحفل كمان الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره، وكلاود مبيتانا رئيس الاتحاد الافريقي، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد، الى جانب عدد من سفراء دول الفرق المشاركه في البطوله. كمان شهدت الساعات الماضيه التحضير لفقرات عديده خلال حفل الافتتاح اللي هيتم الاعداد ليه بشكل مميز والقيام باكثر من بروفه تجريبيه بما يضمن خروجه بالصوره اللي بتليق بالنادي الاهلي. كمان حرصت اللجنه العليا المنظمه للبطوله الأفريقية للكرة الطايرة على الاطمئنان على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة وتجهيزات صالة الأمير عبد الله الفيصل والشهداء لاستقبال المباريات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت والخدمات الطبية اللازمة، إلى جانب تخصيص مندوبين لمرافقة الفرق المشاركة في البطولة وتسهيل مهمتهم وتوفير الأجواء المناسبة للتنافس على اللقب.